والمدرسه كيف كان؟ كيف الدراسه صارت معي انا ما زيك انت مجاهل ولا اليوم جيل اليوم. كيف بالله؟ درست من اولى الى الصف السادس 14 سنه. لا اله الا الله. والله يعني دبل تجلس في الفصل سنتين. سنتين سنتين. على لا ما سنة الا سقطت سنتين بعدين رجعوني. ايوه يعني رسبت في اولى سنتين هذا اول سنه. ايوه وفي ثاني سنتين ونجحت الى ثالث وارسب سنه. ها ايوه والسنه الثانيه رجعوني الى الصف الاول. الله ليش؟ والله وانا في الصف الثالث. من ثالث ثالث رجعوني الاولى. إيه ليش؟ انجح ريوس. علشان سؤال سالني الاستاذ مدرسين اردنيين وفلسطينيين و... ايوه وش ضرب وش السؤال اللي رجعك من ثالث الى اول؟ السؤال كان حف الصف الثالث وبعدين الاستاذ سال ناس اثنين قدامي. ايوه قال لهم يا شباب يعني سال اول واحد قال له البقره تلد ولا تبيض؟ قال تبيض يا استاذ. وسال الثاني قال البقره تلد ولا تبيض؟ قال تبيض. انا احسب انهم شطار سويت زيهم. قال البقرة تلد ولا تبيض يا أحمد؟ قلت تبيض. سأله الوالد قال شفت لي أستاذ أحمد نجح؟ قال أيوه ابنك نجح للوراء. رجعناه فوله. قال أحسن أحسن. والله رجعنا ودرسنا أنا والاثنين ولكن اللي جاوبنا بالبيضة. البقرة تبيضة؟ البقرة تبيض. رجعنا فوله من جديد من جديد. سقطنا فولة سنتين أنا وهم سوا. مرة ثانية. مرة ثانية. لا إله إلا الله. وسقطنا في ثاني سنتين. ها؟ وسقطنا في ثالث. يعني الطلبة اللي كانوا معنا وانحف الصف الثالث راحوا ودرسوا وتخرجوا مدرسين ورجعوا درسونا في الابتدائية وعنحنا نروح في الابتدائية. إنهم كانوا يدرسون ابتدائية وبعدها متوسطة وبعدها دبلوم معلمية. ويرجع يدرس. جامعات ذاك اليوم يعني. إيه. ورجعوا يدرسوكم زمان ورجعوا يدرسوا ويضربوننا بعدين فيهم واحد يمكن يشوفني ذي الحين الله يذكره بالاذنين الله يذكرهم بالخير اللهم امين ذي الحين اخوك رايح الولد وفي المدرسه ايه لا يرجعونه من سادس الاولى زي ما سووا لان الولد سر ابيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يقصصك حلوه يا استودعك الله اللهم امين. اجل الحق على ولدك لا يرجع من سادس الاولى. خايف من كذا والله تذكرتها البارح قلت والله اني اخاف على ويرجع من سادس الاولى. وصلت اي فصل؟ سادس. درست عام يمكن 97 وتخرجي يمكن 9 كذا و10.